مطمني من التجارب اللي انا شخصيا او احنا مقاولين العرب بعتز بيها، لان احنا محمد صلاح كان مطلوب، محمد ان احنا اللي قدمناه ودي تفرق كتير. احنا وسوقناه من محمد صلاح كان عقده في 12 ابريل 2012، محمد النني كان في شهر ديسمبر 2012. الفترة دي كلها كانت تسويق. ايه اميز البنود اللي في العقدين اللي حضرتك فاكر انكم او سعداء بيها لحد النهاردة في التفاوض وفي تعاقد النني وتعاقد صلاح او انتقال ان احنا حطينا اللي بنسموها الحوافز او الانسنتيفز اللي هي ما بعد التألق، اللي هي مش المبلغ اللي باخده في الاول. كان من المعتاد دائما ان انت بتاخد بتناقش على قيمه اللعيب، احنا اتناقشنا على ما بعد او تفاوضنا عمليه البيع دي وعلامات البيع والعائدات اللي بتخش لنا، رغم ان احنا يعني يمكن واحنا في داخليا برضو بقول العائد المادي هيجي ويروح مهما كان عالي قيمته، انما الاسم ده يساوي كتير. فبقول لحضرتك احنا قعدنا حوالي 8 اشهر في مفاوضات وتسويق لمحمد النني واظهاره كيف ان هو برضو، عشان محمد النني كان انا كنت من يعني حاسس ان وجوده في بازل هيرفع محمد صلاح، لانه هيسنده نفسيا في الغربه، هيسنده جوه الملعب، ومتفاهمين فنيا ولعبوا مع بعض كتير، وهو دي النقطه اللي كنا بنشتغل عليها. لذلك في المفاوضه اللي حصلت في بازل وانا كان معايا كل جهاز اعضاء مجلس اداره وجهاز فني وجهاز القانوني والاجهزه دي كلها في بازل، انا كنت بشتغل على النقطه دي وكنت براهن عليها ان هو هيكون سبورتد له بره الملعب. بتقنع اداره نادي بازل بكده ان ده هيعود عليهم بفوائد فنيه. قلت له هو هيعود عليه من محمد النني ومن صلاح اكتر، يعني انت هتشوف لعيب تاني خالص. وتألق كان محمد صلاح غير عادي، وكان حتى هم كان وقتها كانوا بيفضلوا بين محمد النني ولاعب كاميروني. فقلت لهم يعني يمكن احنا كنا صرحاء معاكم في كل مزايا محمد صلاح، فهل احنا فقالوا لا انتوا كان كلامكم كان دقيق، كان دقيق جدا صلاح. وعلمي جدا، فقدروا يقيسوا على ده ان قدروا يقيسوا وقالوا احنا واحنا كنا برضو الحقيقه انا. طب وهل المردود جه فنيا زي ما توقعتوا؟ يعني ردود الافعال بعد انتقال النني هل جاءت بالنتائج اللي توقعتوها ونقلتوها لاداره بازل؟ ده جات لنا بشهاده شكر.